السلام عليكم، كيف كتشوفوا؟ ثاني مره كانت واحد الدجاجه كتحط بيض من هذا النوع. هذا اليوم حطتها، حطت جوج ملاصقين، سبحان الله العظيم. كتطلع للسرجم وكتحط، سبحان الله. مره حطت بيضه وحده قد هكا، اليوم حطت جوج ملاصقين، سبحان الله العظيم. كتشوفوها هي مشات حطتها ومشات بحال مسكينة. كتشوفو الفرق بين هاد، سبحان الله، غريبة، بيضة غريبة. نفتحها معكم شوفوها عاوتاني شنو فيها. اكيد يكون فيها غير بياض البيض، ما فيهش الصفار. دائما لله في خلقه شؤون، نقول سبحان الله العظيم. كيف كتشوفوا غير بياض البيض،